هذا صوف الوزن موجود متوفر كثيرا في المغرب. يمكنكم أن تشتغلوا بخيط، فقط يكفي أن يكون يعني خيط مناسب لإبرة كروشيه التي تشتغلون بها. ليس بالضرورة أن تشتغلوا بإبرة كروشيه رقم 2.5، يمكن أن تشتغلوا بأي إبرة حتى وإن كانت رفيعة جدا. إن أردتم يعني مفرش هكذا، يجب أن يكون خيط مناسب لإبرة رقم 2 أو 2.5. فمباشرة سأبدأ من الوسط كما قلت لكم، والوسط يجب أن نشتغل بخيط صغير قصير جدا، لا نحتاج يعني إلى خيط كبير. أي شيء موجود في البداية سنبدأ هنا من الوسط كما قلت لكم بخمسة أعمدة. أولا نبدأ بخمسة غرز سلسلة. سأبدأ أقصر خيط موجود عندي لأني لا أحتاج هنا إلى خيط طويل. سوف أصنع كما قلت لكم خمسة غرز سلسلة، 1 2 3 4 5. ثم أبدأ العمود الأول بثلاثة غرز سلسلة، 1 2 3. أبدأ من هنا، 1 2 3 4. الغرزة الخامسة أصنع فيها غرزة عمود بهذه الطريقة، ثم أصنع غرزة عمود ثانية في غرزة السلسلة الموالية، غرزة عمود أخرى في غرزة السلسلة التي تليها، غرزة عمود أخرى في غرزة السلسلة الأولى التي صنعناها الأولى. كما ترون هنا عندي خمسة أعمدة. الآن سوف أقطع الخيط بهذه الطريقة، سأقطع الخيط أتركه طويل قليلا بهذا الشكل. من بعد الخيوط، بقايا الخيوط نزيلها في النهاية. الآن سأبدأ من هذه الجهة بالضبط، سوف أشتغل بلون داكن. من الأفضل دائما أن نلعب بالألوان، اللون البارد يعني اللون فاتح يكون دائما متناسق مع اللون داكن، ليس فاتح جدا. أبدأ من هذه الجهة، الجهة التي انتهيت بها بهذه الطريقة. سأعقد الخيط هنا، أعتذر، أعقد الخيط أولا هنا، أعتذر، هنا أحاول أن أربط الخيط أولا، أعقده جيدا بهذا الشكل. في نفس الغرزة بهذا الشكل أصنع غرزة سلسلة، هذه غرزة سلسلة أولى، بعد غرزة سلسلة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، نفس الطريقة. وأبدأ هنا غرزة العمود بثلاثة غرز سلسلة، 1 2 3، أحسب من هنا، 1 2 3 4، والغرزة الخامسة أصنع فيها غرزة عمود. الغرزة التي تليها أيضا غرزة عمود، الغرزة الأخرى غرزة عمود، والغرزة الأخرى أيضا غرزة عمود. والآن هنا سوف نربط بواسطة غرزة منزلقة، هنا بالضبط في غرزة السلسلة الأولى التي بدأنا بها هنا باللون الأبيض، هنا سأربط بغرزة منزلقة. كما تلاحظون هذا هو الشكل. الآن سنتابع، سنصنع، هذه تعتبر غرزة سلسلة أولى، هذه الغرزة المنزلقة، غرزة سلسلة الثانية والثالثة. الآن عندنا غرزة عمود أولى، في غرزة سلسلة هنا نصنع غرزة عمود، غرزة العمود الثانية، غرزة السلسلة التي أو غرزة الأساس هنا التي تليها نصنع فيها غرزة عمود، هنا أيضا غرزة عمود، وهنا سنصنع ثلاثة غرز سلسلة، هذه
غرزة السلسلة الأولى، بعد هذه الثانية ثم الثالثة. في هذه الغرزة نصنع غرزة منزلقة بهذا الشكل. الآن سنبدأ مرة أخرى. هذه غرزة السلسلة الأولى كما تلاحظون، بدون أن نصنع غرز سلسلة كثيرة صنعت دائما غرزة منزلقة، تعتبر غرزة سلسلة أولى. غرزة السلسلة الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. ثم نبدأ مرة أخرى غرزة العمود الأولى بثلاثة غرز سلسلة، اثنان ثلاثة، ونحسب من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. في غرزة السلسلة الخامسة نصنع غرزة عمود، ثم الغرزة الموالية نصنع غرزة عمود، ثم غرزة السلسلة الموالية أيضا غرزة عمود، الغرزة التي تليها غرزة عمود، وفي النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة هنا، والتي تعتبر أيضا غرزة سلسلة أولى. ثم الآن نصنع غرزة سلسلة ثانية، غرزة سلسلة ثالثة، ونكون قد صنعنا غرزة العمود الأولى. سنشتغل فوق هذا العمود أيضا عمود، فوق كل عمود نصنع عمود، هذا العمود أيضا عمود، هذا العمود أيضا عمود، وآخر عمود نصنع فوقه عمود. هنا ننتبه قليلا، سنصنع هنا عمود، هنا نصنع أيضا عمود. والآن سوف نقطع الخيط كي نبدأ لون آخر. الطريقة سهلة، دائما نبدأ من هذه الجهة، دائما نبدأ يعني الاشتغال من هذه الجهة. هنا بدأنا من يعني هذا الركن، هذه الغرزة هنا في القمة لخمسة أعمدة هنا بالأبيض. هنا في لون بنفسجي سنبدأ هنا. سوف نشتغل بلون آخر، يمكن أن نبدأ بأي لون، هذا اللون مثلا جميل، ممكن متناسق يعني. سنربط الخيط أولا جيدا، دائما يجب أن ننتبه لهذا الأمر كثيرا، خاصة بالنسبة لهذه المفارش، لأن دائما هناك عقد، فمن المفروض يعني أن تكون العقد قوية جدا كي لا تنفك من بعد. هنا غرزة سلسلة أولى، غرزة سلسلة ثانية، ثالثة، ورابعة، وخامسة، ونبدأ ثلاثة غرز سلسلة، العمود الأول بثلاثة غرز سلسلة، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة، والغرزة الخامسة نصنع فيها غرزة عمود. يعني سوف نبدأ بنفس الطريقة، يعني نفس الأشياء سنعيدها. العمود الثاني، العمود الثالث عفوا، العمود الرابع والخامس. يمكن كما قلت لكم أن نشتغل في البداية بأربعة غرز سلسلة وليس خمسة أو حتى ثلاثة، يعني نشتغل دائما بأربعة أعمدة أو بثلاثة أعمدة. سيعطي شكل آخر جميل. أيضا هنا سنربط في القمة هنا بغرزة منزلقة، والتي ستعتبر أيضا غرزة سلسلة أولى هنا، الثانية والثالثة. ونبدأ مرة أخرى هنا، نشتغل نصنع فوق كل عمود، نصنع عمود جديد. طريقة سهلة جدا وممتعة جدا، لأن دائما يعني أي شيء اشتغلنا، أي مشروع، وإلا تكون عندنا يعني يكون عندنا فضول كيف ستصبح من بعد. الجميل في الأمر أن هنا نشتغل بألوان كثيرة، ودائما يجيئنا الفضول يعني كيف سيكون الشكل، لأن طبيعة الحال الألوان، كل الألوان لها صورتها مختلفة يعني عن الألوان الأخرى. فهنا صنعت ثلاثة غرز سلسلة، مكان غرزة العمود الأولى نبدأ العمود الثاني فوق العمود الآخر، العمود الثالث فوق العمود الثالث، العمود الرابع فوق العمود الرابع. ثم هنا نبدأ ننزل، ولذلك هنا نصنع غرزة العمود على شكل ثلاثة غرز سلسلة. هنا عندنا غرزة سلسلة، غرزة سلسلة ثانية، وغرزة سلسلة ثالثة،
وفي القمة هنا نصنع غرزة منزلقة. هنا سنصنع غرزة عمود، في هذه فوق هذه الغرزة نصنع غرزة عمود بهذه الطريقة، غرزة عمود ثانية فوق غرزة العمود الثانية، يعني المتطابقة لها، ثم غرزة العمود الثالثة كما تلاحظون. هذا هو الشكل. غرزة العمود الأخرى أيضا فوقها غرزة عمود. هذه الغرزة الأخيرة ننتبه دائما نصنع فوقها أيضا، أعتذر، غرزة 3 غرز سلسلة مكان غرزة العمود الخامسة. هنا عندنا غرزة سلسلة، غرزة سلسلة ثانية، غرزة سلسلة ثالثة، نصنع غرزة منزلقة هنا كما تلاحظون. الآن سنبدأ هذه الجهة مرة أخرى ب5 غرز سلسلة، غرزة السلسلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة، ونصنع 3 غرز سلسلة مكان غرزة العمود الأولى. 1 2 3، نبدأ من هنا، 1 2 3 4 5، في غرزة السلسلة الخامسة نصنع غرزة عمود، ثم التي تليها أيضا فيها عمود، الغرزة الأخرى أيضا عمود، والغرزة الأخيرة عمود كما تلاحظون. الآن سنربط هذه الجهة بهذه الجهة بغرزة منزلقة. طريقة جميلة وسهلة. هنا صنعنا غرزة السلسلة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم فوق العمود الثاني عمود واحد، والآخر أيضا عمود واحد، ونتابع بغرزة العمود، فوق كل غرزة عمود غرزة عمود. ثم هنا سوف نربط هذه الجهة بهذه الجهة بواسطة غرزة منزلقة. الآن يعني الطريقة واضحة جدا، الآن سيظهر لكم جيدا يعني الطريقة. هنا 3 غرز سلسلة مكان غرزة العمود الأولى، غرزة العمود الثانية، أيضا فوقها غرزة عمود، غرزة العمود الثالثة فوقها غرزة عمود، غرزة العمود الرابعة فوقها غرزة عمود، وغرزة العمود الخامسة، لأن سننزل الآن هكذا سنصنع 3 غرز سلسلة، غرزة السلسلة الثانية والثالثة، نربط هنا بواسطة غرزة منزلقة. تدير هنا بهذا الشكل. هنا دائما يظهر قليلا كأنه هناك ثقب، لكن بعد الاشتغال يعني عدة سطور هذه الجهات لا تظهر أبدا كما تلاحظون، هنا لا يظهر جيدا أبدا. على كل حال ليس عندنا يعني حل أفضل من هذا. فهنا سأصنع غرزة عمود، فوق غرزة العمود البنفسجي أصنع فوقها غرزة عمود بهذا اللون، الغرزة الأخرى أيضا فوقها غرزة عمود، الغرزة الأخرى أيضا غرزة عمود، والأخرى أيضا غرزة عمود، وآخر غرزة نصنع فوقها أيضا غرزة عمود بهذا الشكل. وهكذا نكون قد انتهينا. نقطع الخيط ونتابع بلون آخر كما تلاحظون. طريقة سهلة جدا، سنتابع بنفس الشكل، سأتابع معكم كي يكون كل شيء واضح. نبدأ دائما في القمة في هذه الجهة، سواء بأي لون، دائما هذه الجهة هنا هنا هنا، دائما نبدأ هنا، نربط الخيط دائما في هذه القمة. نربط الخيط كما قلت لكم دائما جيدا. ونبدأ بثلاثة غر عفوا 5 غرز سلسلة، 1 2 3 4 5، ثم 3 غرز سلسلة مكان غرزة العمود الأولى. نبدأ 1 2 3 4 5، نصنع في الغرزة السلسلة الخامسة غرزة عمود، غرزة السلسلة التي تليها غرزة عمود أيضا، غرزة السلسلة الأخرى أيضا غرزة عمود، والغرزة الأخيرة أيضا فيها غرزة عمود. سيكون عندنا هنا 5 أعمدة، ثم نربط بغرزة منزلقة هنا
ونصنع ثلاثة غرز سلسلة، مكان غرزة العمود الأولى، العمود الثاني فوقه أيضا عمود، العمود الثالث فوقه عمود، وهكذا إلى أن نصل إلى آخر عمود. والآن سوف نربط بغرزة منزلقة هنا، 1 2 3 تقريبا. أنا دائما أحسب الغرزة الأولى هنا، ثم العمود الآخر أيضا فوقه عمود، العمود الذي يلي فوقه عمود، العمود الآخر أيضا فوقه عمود، والعمود الأخير أيضا فوقه عمود. نربط بواسطة دائما غرزة منزلقة في الفوق هنا، 1 2 3 هنا، أعتذر، هنا سنطل. يمكن أيضا تصنع، يعني في البداية دائما يمكن تصنع حتى 4 غرز سلسلة. أنا دائما أحسب هذه الغرزة المنزلقة كغرزة سلسلة أولى. يمكن أيضا تشتغل يعني الغرزة السلسلة الرابعة، ثم هنا فوق العمود سنصنع عمود، يعني لا يبدل شيء كثير. أنا دائما يعني لا أحاول يعني أن لا يكون العمود طويل جدا. هنا أصنع الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم هنا أربط بغرزة منزلقة وأصنع العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، ثم الخامس نصنعه على شكل 3 غرز سلسلة. ثم هنا نصنع نربط بغرزة منزلقة كما تلاحظون. بهذا الشكل سوف نشتغل بنفس الطريقة، سنشتغل إلى أن نحصل على هذا الشكل كما تلاحظون. يعني طريقة سهلة، يمكن أن أستمر معكم يعني، لكن لا داعي، لأن يعني نفس الطريقة أكمل بنفس الطريقة سأكمل، من أجل يعني من لم يفهم جيدا سأحاول أن أكمل لكم هذا السطر. هنا غرزة عمود، هنا أيضا غرزة عمود، هنا أيضا غرزة عمود، ثم نصنع غرزة العمود الأخيرة بواسطة 3 غرز سلسلة. ثم هنا نربط بغرزة منزلقة ونبدأ مرة أخرى، 5، هنا ضروري 5 غرز سلسلة، ثم غرزة العمود الأولى بواسطة 3 غرز سلسلة. في غرزة السلسلة الخامسة دائما نصنع العمود الثاني، ثم الذي يلي العمود الثالث، العمود الثالث، العمود الرابع، والخامس، ثم أربط واسطة غرزة منزلقة وأبدأ العمود الأول ب3 غرز سلسلة، ثم باقي الأعمدة أصنع فيه فوقها أعمدة، فوق كل عمود عمود واحد كما تلاحظون. طريقة سهلة جدا، سأحاول أن أريكم في حلقات أخرى إن شاء الله مفارش مختلفة جدا بهذه الغرزة فقط. نبدأ 3 غرز سلسلة دائما ونربط بغرزة منزلقة دائما في النهاية. أربط هنا كما تشاهدون بغرزة منزلقة في النهاية. الطريقة سهلة جدا، سنتابع بنفس الطريقة. عندما ننتهي هنا نقطع الخيط ونربط دائما في هذه الجهة، في تقريبا هذه الغرزة هنا، في الجانب، في القمة هنا أو في الركن. نبدأ بلون آخر ونلعب في الألوان كما نريد إلى أن نحصل على هذا الشكل، وفي النهاية نحصل على هذا الشكل الجميل. ممكن أن تشتغلوا يعني أكثر فيعطيكم شكل أكبر بكثير. هذا الشكل يعني مناسب تماما للزرابي، لأن يعني هذه الزخرفة خاصة يعني خاصة للزرابي،
فيمكن تزين بها عفوا المواعيد، تزين بها أشياء أخرى، الوسائد أو أشياء أخرى كثيرة، لأن هذه المفارش تعطي جمالية كبيرة جدا للمكان المتواجدة فيه. إن شاء الله في حلقات أخرى أريكم مشاريع أخرى من خلال هذه الغرزة الجميلة. أكثر شيء يعطي جمالية لهذه المفارش هي تناسق الألوان، وأيضا أننا يمكن أن نخلط ألوان كثيرة، هذا الشيء يعني يعطيها جمالية كبيرة جدا. وبإدخال اللون الأسود وأيضا الأبيض يعني يكون أكثر من رائع. وإن أعجبكم أو أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الضغط على إعجاب، وأيضا نشر هذه الحلقة ومشاركتها مع من تعرفون. والآن أترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله مع مشروع آخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.